تتواصل جلسات اليوم الثاني من الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني، ويضم اليوم الثلاث جلسات لبحث هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وكيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية. وتستعرض الجلسات التي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.